الجولة. أصدر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بيان توضيحي بشأن احتجاجه على النادي الأهلي، حيث قال البيان أن إدارة النادي قد تقدمت باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم نظامية مشاركة محترف النادي الأهلي نيتو، حيث أن تسجيله في الكشوفات الأهلوية لم يكن نظاميا. وبيّنت إدارة النادي في احتجاجها نقاطا متضمنة الحيثيات القانونية حسب وجهة نظرها في البيان، واستند الاحتجاج على التالي، هذا ما جاء في البيان. 1- مدة عقد اللاعب غير قانونية، هذا اللي جاء في بيان نادي الاتحاد، ولا تخضع للمبادئ العامة للائحة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي واللائحة التفسيرية لها، لائحة الفيفا إصدار 2013، حيث أن لائحة الاتحاد الدولي لا تجيز توقيع عقد بعد نهاية مسابقة البطولة المحلية وينتهي قبل بداية الموسم الموالي من نفس الموسم الرياضي. 2- مرفق السجل الرياضي للاعب حسب نظام الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم TMS، والذي يبين بأن آخر عقد للاعب كان بتاريخ 15/5/2012، مع العلم بأن شروط الاستثناء المذكورة في المادة رقم 19 من لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لا تنطبق على اللاعب، والتي تخول تسجيل اللاعب العاطل خارج فترة التسجيل، حيث أن اللاعب لم يكن عاطلا بل كان يلعب في عدة أندية بعد انتهاء عقده الاحترافي مع النادي. وحسب ما هو مذكور في عدة مواقع إلكترونية مرفق صور منها، حيث أن آخر نادي لعب له وهو نادي درجة ثالثة في الاتحاد البرازيلي ولا يطبق الاحتراف. هذا كله بين الاتحاد. 3- حسب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه لا يجوز تسجيل لاعبين هواة وإصدار الشهادة الدولية إلا أثناء فترتي التسجيل السنوية المحددة بالتعميم السنوي، وبوجه خصوص يكون طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب الهاوي والمتحول إلى لاعب محترف بنظام مطابقة الانتقالات TMS خارج فترة التسجيل مخالف للقانون واللوائح. 4- كاستثناء من هذه القاعدة، فأن اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل يكمل تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات. 5- يجوز للجنة، ولكن ليس بصفة إلزامية، تسجيل لاعبين خارج فترة التسجيل عند وضع الاتحاد لقواعد وشروط موحدة باللائحة تجيز تطبيق هذا الاستثناء، لا يوجد باللائحة الجديدة إصدار 2013. ووفقا لذلك تقدم نادي الاتحاد باحتجاج رسمي على مشاركة اللاعب المذكور في مباراة الإياب لدور الأربعة لكأس خادم الحرمين الشريفين، واللي أقيمت يوم الأحد، عملا بالمادة رقم 55-2، والتي تنص على إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيا للعب يعاقب الفريق بخسارة نتيجة المباراة حسب نص المادة 32. وحيث أن إدارة النادي استوفت كافة الأمور وراجعتها مع المحامي الدولي للنادي وتأكدت من حقها في كسب المباراة، تقدمت بالاحتجاج وهي تثق في نزاهة وحيادية الاتحاد السعودي لكرة القدم لإنصاف النادي وفقا للمخالفات التي تم ارتكابها في تسجيل المحترف نيتو. وتؤكد الإدارة الاتحادية أن النادي يثق تماما من النقاط القانونية التي ستمنح حقية الفوز في المباراة، سواء وجد الإنصاف لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم أو لجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فالأمور واضحة ولا لبس فيها، وحق نادي الاتحاد ثابت ينتظر قرار منصف وفقا للوائح والأنظمة. هذا بيان الاتحاد، يعني البيان حق الاتحاد عليه صراحة مآخذ لغوية وقانونية بشكل كبير جدا، وفي ما رح أقول لغة تهديد، بس أنه يعني في كان إثبات بدون إثبات. شلون إثبات بدون إثبات؟ يعني تقول أن الأمور واضحة وما فيها لبس، وأنه حق نادي الاتحاد ثابت، يعني رجاء أن تأخذوا قرار خلاص، هذا احنا متخذين رأينا فيه في البيان، يعني هذا كأنهم هم يجبرون الاتحاد السعودي أو لجنة الاحتراف، ترى الأمور واضحة وما فيها لبس،
وحق نادي الاتحاد ثابت, يعني يخلصوا وصدروا القرار والاتحاد هو النهائي. ثقة مو طبيعية, هذا خطأ يعني. طيب وين الأوراق؟ أرجع الموضوع وهذا اللي طبعا احنا قمنا فيه ومشكور عليه أيضا الزميل عبد الله المحضار, أنه المآخذ اللغوية والقانونية اللي موجودة في بيان الاتحاد. يعني خلينا في موضوع الفقرة الأولى, يتحدث عن عدم قانونية مدة عقد اللاعب نيتو وعدم خضوع على لائحة الاتحاد الدولي التي لا تجيز توقيع عقد بعد نهاية الموسم أو نهاية البطولة المحلية. السؤال يطرح نفسه بشكل كبير جدا, هل اطلعت إدارة نادي الاتحاد على عقد أو مدة عقد اللاعب نيتو؟ يعني سؤال مهم جدا, يعني كيف استندت على هذه المعلومة وكيف سلمت إدارة نادي الاتحاد في البيان على أنها حقيقة قانونية ثابتة أنه مدة اللاعب يعني عقد اللاعب هذا بين اللاعب وبين النادي الأهلي وبين لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم, ما في أطراف أخرى. سؤال مهم, كيف اطلعت إدارة نادي الاتحاد على مدة عقد اللاعب وكيف سلمت فيه واستندت أنه خلاص استندت عليه وسلمت أنها حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها؟ يعني السؤال مهم جدا, يعني هل طلبوا صورة من عقد اللاعب بشكل رسمي من الاتحاد السعودي؟ يا ليت يجاوبنا الدكتور عبد الله البرقان إذا في طلب رسمي من الاتحاد السعودي من نادي الاتحاد بالاطلاع على عقد اللاعب, لأن هذا طبعا ما هو حق من حقوقهم. يعني بس أقول لكم يعني من وين سلموا بهذا الموضوع يعني بشكل كامل. وش المآخذ الأخرى على بيان نادي الاتحاد؟ يؤخذ على بيان نادي الاتحاد الأخطاء المطبعية واللغوية. يعني في واضح انه امور ثابتة, خلينا نقول او بلاش اقول ثابتة عشان لا سلم فيها زي ما بيقولوا, بس الف باء صياغة بيان رسمي لازم انت تذكر اذا ذكرت مادة تقول المادة هذه تبع اي لائحة. ما ينفع انك انت تقول رقم المادة كذا ولا انت قاعد تتكلم على لائحة احتراف ولا لائحة انضباط ولا على لائحة الاتحاد الدولي ولا لائحة مين بالضبط اللي انت قاعد تستند عليها في البيان. أنا ضعت. يعني مثلا يقول لك في البيان عملا بالمادة رقم 55 تقسيم 2 والتي تنص على إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيا للعب يعاقب اللاعب بخسارة نتيجة المباراة حسب نص المادة 32 وين؟ من أي لائحة؟ طيب أنا ممكن أنا الآن لأني تابعت الفترة الماضية وعارف وش اللوائح أقدر أقول طيب الناس اللي قاعدين يقرون كلهم العنوان هذا والبيان شون يعرفون؟ كله يقول لك عملا بالمادة رقم 55 تقسيم 2 وش المادة تبع أي لائحة؟ أنتوا عاد كل واحد يفكر. عملا بالمادة رقم 32 مواد من أي لائحة أيضا مو مذكور, يعني واضح أنه في خلل كبير في البيان. نكمل موضوع النيتو واحتجاج الاتحاد. الاتحاد استند في البيان على آخر فريق احترف فيه اللاعب البرازيلي نيتو كان بتاريخ 12/5/2012, والأهلي يستند على مخالصة من نادي آخر برازيلي بتاريخ 31/7/2013. الاتحاد يصر من خلال الفقرة الثالثة في البيان بأن اللاعب نيتو لاعب هاوي. الاتحاد يستند على نظام انتقالات اللاعبين TMS وعدة مواقع إلكترونية. يعني أنا بس سؤال مهم, وين المستند الرسمي؟ هل معقولة يا جماعة أرجع للبيان حق الاتحاد أقول أنه يستند على مواقع إلكترونية منها وكبيديا اللي أنا ممكن لو دخلت عليه الحين أروح أعدل عليه؟ هذا يرجع لنا طبعا لكثير من الاحتمالات اللي موجودة في هذا البيان أو الفكر اللي موجود عند نادي الاتحاد. يعني نادي الاتحاد يقول لك أن آخر نادي لعب فيه اللاعب البرازيلي كان بتاريخ 12/5 واستند فيها على TMS, صح ولا لا؟ طيب ممتاز. ممكن هل السؤال هل TMS تحدث
من 12/5 إلى 31/7 ولا لا، هذا مهم جدا. لكن البيان اللي يقول لك مواقع إلكترونية وفيها ويكيبيديا ويستند عليها الاتحاد، بصراحة يعني هذه ما فيها أي مستند رسمي. أنا لازم يكون في عندي مستند رسمي أنه اللاعب هذا ما كان لاعب هاوي، ما كان لاعب محترف، لاعب هاوي. ما ينفع أن أروح أجيب من مواقع ولا صحيفة برازيلية ولا، إذا أنتم ما أنتم مقتنعين بأي عمل صحفي. فجأة صار العمل الصحفي في الصحافة الإلكترونية وما ندري عن البرازيلي، حتى لو كان موقع برازيلي هل هو رسمي ولا غير رسمي، معتمد أو غير معتمد، ولا ويكيبيديا اللي كل يوم الناس أي أحد يقدر يدخل يعدل عليها، أقوم أخذك مستند كما جاء في المواقع الإلكترونية، هذا غير صحيح. حتى الآن موقف النادي الأهلي ولجنة الاحتراف أقوى من موقف الاتحاد، لأنه في البعض جاي يقول يا ثامر يلا ها وش ردك على بيان نادي الاتحاد؟ والله يا جماعة أنا ما عندي مالي فيها، يعني أنا ما رح استفيد شيء إذا اللاعب هذا لعب مع الاتحاد، أو عفوا لعب مع الأهلي ولا ما لعب. الاتحاد تأهل النهائي ولا الأهلي تأهل النهائي، ولا الاتحاد كسب الاحتجاج ولا ما كسب الاحتجاج، يعني كل الأمور هذه نادي دخل فيها. عشان أعطي الاتحاد حقه في هذا الموضوع، أبختم بموضوع وش ممكن يكون سوى نيتو، وهل فعلا لعبها صح؟ إذا افترضنا وسلمنا أنه الاتحاد كلامه صحيح لكن ما عنده مستند رسمي أو ثابت، هذه عشان نعطي الاتحاد حقه فيها بكل صراحة، لأن أحب أن ممكن احتمالات أنه فعلا اللاعب هذا كان هاوي والاتحاد مو قادر يحصل على مستند رسمي. فأنا أقول ممكن في هذه الحالة أنه اللاعب نيتو لعبها صح، نقول أنه اللاعب لو كان فعلا يلعب هاوي في الأندية البرازيلية حتى قبل شهر 7 من عام 2013 فقد تحصل على ورقة، وهذه شطارة من اللاعب لو كان هذا فعلا صحيح، تحصل على ورقة مخالصة مالية من نادي الأخير بتاريخ 31/7/2013 لتكون عملية تسجيله في أي نادي في العالم عملية نظامية، واللاعب مع شخصية برازيلية ضبط وضعه أكيد وجاب مخالصة، وفوق هذا كله جاب خطاب من الاتحاد البرازيلي بأن لاعب محترف واخذ بطاقة الدولية، يعني هذا يعني اللاعب بيكون خارق وعنده علاقات غير طبيعية مع ناديه ومع الاتحاد البرازيلي، إذا سلمنا أنه كلام الاتحاد صحيح. يا جماعة إذا كان في أمور ثابتة وواضحة في أي بيان يخص أي نادي وفيها يعني الأمور واضحة، صدقوني يعني بتكلم فيها، أنا ليش أني أخفيها؟ يعني هل في، حتى على فكرة ترى لو الاتحاد عنده مستند رسمي اللاعب هذا هاوي ما كان أصدر الاتحاد البيان هذا كله، كان ما احتاج الكلام هذا كله. ترى شوفوا هذه، هذه إثبات أنه اللاعب هاوي، بس لأن ما في طلع البيان هذا كله من، إذا كان قادر يثبت الاتحاد خلي يثبت ما عندي مشكلة، لكن إذا ما قدر يثبت الاتحاد لا تنتظرون مني أني بطلع بقعد أقول لا. أنا قلت الاحتمالات، وقلت الاحتمال حتى لو تلاعب اللاعب البرازيلي في البرازيل، قلت كل الاحتمالات اللي ممكن يطلع الاتحاد فيها كلامه صحيح، لكن هل يقدر يغير الاتحاد شيء؟ يعني حتى الاتحاديين نشوفهم متشنجين بعضهم أنه ثامر قاعد يثير الشارع الرياضي على نادي الاتحاد. ترى البيان هو اللي يثير الشارع الرياضي، يعني مش معقولة كل بطولة يطلع منها الاتحاد لازم يطلع فيه بيان يأجج الشارع الرياضي، ومفترض أن نسكت، هتكلم على الإدارة ولا نادي الاتحاد ككيان ونادي الاتحاد كجمهور له كل يعني التقدير واحترام، لكن يوم نتكلم على يعني خلاص ننسى موضوع الخسارة وخروج الاتحاد ونقعد بيان رايح وبيان جاي، بيان رايح وبيان جاي، بيان طيب وبعدين في شيء في إثبات في هذا أوكي، وكلها تتزامن بيانات نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة مع خروجهم من البطولات المهمة أو خسارة ثقيلة. خلينا نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة.